الساعة 23 دقيقة. هذا يدوس حط درس ما يصير. سواله وين 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 وين؟ هذا بطلع. سوى مرة كبسة. قلت مشتي هي هذه. كان يقول جيب أغراضك ونسويها. تم. شوف هذه الدجاجة بعد يومين تنتهي مو مشكلة مو بردة لكنها معفنة. لو اني ما اشم كان كليت هالدجاجة معفنة. جمعية صليبخات جايكم ومعاي الدجاجة المعفنة. شوف ان دخلت السيارة ريحة السيارة تعفن. وهذه الدجاجة المعفنة انزين. هذه جمعيتنا جمعية صليبخات وانا مساهم حتى لو اني مو مساهم. الحين ندش عليهم بالدجاجة هذه وبشوف الدجاجة اللي داخل. الحين نفتحها. السلام يا ريس. هذه معفنة وشم ريحتها وانا قاعد اصور بس ما راح اصورك. تفضل. معفنة صح؟ عطني اياها. عطني خلنا نشوف اللي هناك. هاك ابو مبارك امسكها من هني خليتها زين. نشوف تاريخ هذي. طيب خلنا نشوف هذي. ابو مبارك امسكها 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 من فوق. افتحها تبي افتحها. بعد حيل ايوه بس 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 وقف انا بشوف. ها انا اشوفها معفنة هذه. اي نعم هذا مبارك معفنة شهادة. وخلنا نشوف شو اشوف. افتحهم كلهم يعني خلاص اضرك ما لي شغل فيك. اجل قرون الناس انتم ما ادري عنك. انا هذه ماخذني حبيبي. هذه معفنه شلون تقول اضرك ما اضرك؟ زين ضر العالم يعني ما ضرش حد. خلاص ادق على المستهلك الحين يشوفون هذا ما يصير. اجل اطيح بالمستشفى مريض. اللي يعرف رقم المستهلك حمايه المستهلك بس تبيعه. لحظه خليني اشوف الثانيه. لا لا انا بفتحها لو ادفع فلوس. امسك امسكها مو فوق. افتحها افتحها استنى افتح لك البتاعه. افتحها افتحها. لا لا افتحها شيكها شيكها بس عشان متكرر. يلا مو مشكله شيكها شيكها. انا اشوفها شم ريحتها بعد. هذه لا زينه بس الثنتين بس ما ادري عن الثانيه. تشيلونها خلاص. شيلوا الدجاج هذا وتأكدوا منه وفحصوه كامل. عيالنا اللي يأكلون عيالنا يشوفوني أشتري مبرد من بكرة يخلصون الثلاجة يشتروا مبرد يصير معفن. شيلوا تأكدوا منه المبرد هذا كله تأكدوا منه شيلوا. طيب 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 أنا وصلتها إعلاميا زين. ابي حساب الدجاجة هذه وين؟ فلوسي. اعطوني فلوسي وخلوا الدجاجة عندي. وهذه الدجاجة المعفنة شوف حتى رجلينها زرق. واعطوني فلوسي. دقيت على حماية المستهلك 1-3-5 ما يردون. والحين ابرجع فلوس دجاجتي. هذه هي. المعفنة وناخذ فلوسنا. عطني شكرا دينار و270. يلا السلام عليكم. جمعية صليبخات والدوحة التعاونية أنا مساهم فيها الفرع الرئيسي. شيلوا العفن اللي بالجمعية. شوفت عينكم الدجاج المعفن هذا. أنا لو أني ما أشم كان كليتها. شو يصير فيني؟ من المسؤول؟ تأكدوا من الأكل. ترى اللي يأكلون هني أهلك وأهلي وأهل الناس كلها أهل الناس بدلية. ش...
شلون أهل الناس؟ ضبطوا شغلكم. التصوير هذا راح أحافظه، نزله باليوتيوب، والرابط أوصله للمسؤولين كلهم بتويتر بكل مكان. اللي يحز بخاطري أنا ويقهرني عيال منطقة صليبخات تقريبا كلهم يتابعوني، يشوفوني مثلا أروح للجمعية أشتري دجاج مبرد مثلا وأطبخه، ثاني يوم الثلاجة هذه تلقاها فاضية كلهم يأخذونها. يعني لما أخذ الدجاج مثلا أنا ما أشب وطبختها وجو مباشر وراحوا خذوا الدجاج وطاحوا مرضى، هني يحز بخاطري، هني يعورني قلبي هذا الموضوع.